السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على مادة الباثولوجي، وهيكون موضوعنا النهاردة على diseases of the liver، أول محاضرة من المحاضرات الأربعة اللي احنا أخدناها. طيب طبعا احنا ليه بنتكلم على الليفر من الأساس؟ عشان هو ليه وظائف كتيرة ومتعددة. من أهم وظائفه ثلاث وظائف: الوظيفة الأولى ميتابوليزم اوف فات والكربوهيدرات والبروتينز، بتحصل غالبا عنده. تاني وظيفة سينثيتيك فانكشن، بحيث ان هو بيصنع السيرم بروتين زي الالبومين، بيصنع الكواجيليشن فاكتور، والحاجات دي بنستعملها عشان نعمل اسسمنت اوف ذا هيباتيك فانكشن. كما ان ليه وظيفه مهمه جدا في الديتوكسيفيكيشن اوف بلاد، الدم اللي بيجي من الانتستين عن طريق البورتال فين بيعمل له ديتوكسيفيكيشن، بعد كده بيرجعه السيستميك سيركيليشن عن طريق الهيباتيك فين انفيرو فينا كافا، وبعد كده يتضخ للدم كله. فلو في مشكله في الديتوكسيفيكيشن فانكشن اوف ذا ليفر، ممكن يعمل لي ديزيزز خطيره منها الهيباتيك انكوفالوباثي. الباترن اوف ذا هيباتيك انجري، يعني الجرح او الانجري اللي ممكن يحصل في الليفر، ممكن ينشا عن طريق عده احتمالات. ممكن يبقى انفلاميشن او ديجنريشن او نيكروزس او فايبروزس او سيروزس. يبقى الخمسه دول ممكن يحصلوا في الايه، في الليفر. نبدا اول حاجه بالانفلاميشن، هنشرح كل ايه الانفلاميشن وايه الانواع اللي ممكن تحصل معاه. انفلاميشن ممكن يكون الانفلاميشن ده موجود في البورتال تراكت فقط، وطبعا الانفلاميشن ممكن يبقى اكيوت وممكن يبقى كرونيك. ولو اكيوت يبقى في نيوتروفيليك انفلتريشن، ولو كرونيك يبقى لينفوسيتيك انفلتريشن. انفلاميشن اوف ذا بورتال تراكت، او ممكن يبقى انفلاميشن اوف ذا بيلياري تري، ودي ليها اسم خاص اسمها كولانجايتس. او ممكن يبقى الانفلاميشن يطلع من بره البورتال تراكت ويقوم متشعب في اللوبيول، ساعتها اسميه انترفيس انفلاميشن. او ممكن يبقى الانفلاميشن نفسه جوه اللوبيول، جوه اللوبيول، يعني مش بدأ في البورتال تراكت وبعد كده تشعب، لا ده هو بدأ في اللوبيول نفسه، فساعتها اسميه انفلاميشن وذن هيباتيك لوبيول، او اسميه فوكال انفلاميشن. صور لو انا اهي لو لقيتها في البورتال تراكت بس، كونفايند تو ذا بورتال تراكت، اعرف على طول ان انت فين، ان انت في بورتال تراكت انفلاميشن. لو لقيته استمر من البورتال تراكت وبدأ يخش على البارينكيما، اسميه انترفيس انفلاميشن. لو لقيته موجود جوه اللوبيول لكن ملوش علاقه لا بالسنترال فين ولا في البورتال تراكت، يبقى ساعتها اسميه فوكال انفلاميشن. الديجنريشن عندنا في الكتاب مكتوب نوعين بس، لكن في المحاضره اتضاف كمان نوعين زياده. النوع الاولاني هيدروبيك ديجنريشن، يعني بالونينج، يعني الخلايا بتبقى مجمعه ميه جواها، او الخلايا تكون مجمعه فات، وده اسمها فاتي تشينجز او اسمها ستياتوزيس. والستياتوزيس دي على حسب حجم الفيزيكال او على حسب حجم الفات جوه السيل، بقسمها نوعين: مايكرو فيزيكولار صغيره يعني، وماكرو فيزيكولار كبيره. عندي بقى الاثنين الزياده الكوليستيزيس، يعني البايل لما بيحصل فيه سده في البايل داكتس او البايل كاناليكولاي، بلاقي الاكوميليشن بتاع البايل ده جوه السيل يديني لون زي قريم البن كده، يبقى اسمها كوليستيزيس. يعني الكولي اللي هي البايل، ستيزيس بقاء او ركود، يبقى ركود البايل انسايد ذا سيلز. وفي برضه نوع تاني من انواع الديجنريشن اسمه مالوري باديز، ودي بتحصل في الكحوليك بيشنت، ما هي اللي عباره عن ديستراكشن اوف ذا انترميديت فيلامنتس، بتبقى موجوده جوه السيل بيبقى لونها احمر. نشوف الايه، نشوف الالوان. اول حاجه هيدروبيك تشينجز، خلايا الليفر بتبقى ايزينوفيليك، بينما لو لقيت الخلايا الايزينوفيليك دي فتحت شويه، معنى كده ان فيها هيدروبيك تشينجز، فينا اهو فاتح هيدروبيك تشينجز، وفي الغامق اللي هو اللي هي النورمال هيباتوسايتس. برضه في عندي فات تشينجز على حسب، لو الفات حجم الفيزيكلز بتاعتها صغيره يبقى اسمها مايكرو فيزيكولار، ولو الحجم بتاع الفات كبير يبقى اسمها ماكرو فيزيكولار. برضه في عندي المالوري باديز، اللي هي ما هي اللي عباره عن ديستراكشن اوف ذا انترميديت فيلامنت جوه السيل، بيبقى لونها ديب ايزينوفيليك. اهي يا جدعان باينه جدا في الصور. طيب عندنا ثالث حاجه ممكن تحصل في الليفر من حيث الانجري، الا وهي النكروز، موت الخلايا. النكروزس ده ممكن يبقى يا فوكال نكروزس يا يبقى ديفيوز نكروز، بينما الفوكال نكروزس بقى انواع، يا اما يبقى اسمه سنجل سيل ديث، طبعا ما سماهاش نكروزس بقى سميها ابوبتوزس، وده باسم العالم اللي اكتشفها كونسلمان باديز، الايه الباديز اللي بتبقى موجوده في السنجل ابوبتيك سيل. او ممكن يبقى النكروزس ده موجود جوه اللوبيول نفسه، زي ما في عندنا ليتيك او فوكال انفلاميشن، في عندنا نكروزس بقى جبه ويذن ذا لوبيول، يبقى ساعتها اسميه ايه، اسميه ليتيك فوكال ليتيك نكروزس. ممكن النكروزس يبقى بيس ميل، يعني ايه بيس ميل؟ يعني يكون في البورتال تراكت وبعد كده يبدا يتشعب داخل البارينكيما او داخل اللوبيول.
كنا مسمينه في الانفلاميشن انترفيس انفلاميشن، هنا نسميه بيس ميل نكروزس او انترفيس نكروزس او بورتال تراكت يبدا ينتشر في الايه في البارينكيما. في عندي برضه نوع اسمه كونفلمنت نكروزس، والكونفلمنت نكروزس ده ما هو اللي عباره عن ليتيك نكروزس فوكال ليتيك نكروزس نفس الكلام بس ليس محاط بانفلاماتوري سيل، الفوكال ليتيك محاط بانفلاماتوري سيل بينما الكونفلمنت نكروزس غير محاط بانفلاماتوري سيل. في عندي برضه نوع تاني من النكروز اسمه سنتري لوبيلر نكروزس، والنوع ده بينشا غالبا بسبب الاسكيميا، لان انا في عندي زي ما اخذنا في الهيستولوجي عندي 3 زونز اوف ارينجمنت اوف هيباتوسايتس، يا اما زون 1 يا زون 2 يا زون 3. زون 1 اقرب للبورتال تراكت فهو اكتر حاجه واخده نيوترينز واكتر حاجه متعرضه للتوكسينز، لكن ما دام بسبب اسكيميا يبقى الدم قليل يبقى زون 3 موست افكتد، فعشان كده بنلاقيه محوط السنترال فين وبيبقى فيه عنده نكروز. صور سنجل سيل ابوبتوزس اهي، بلاقي السيل ديبلي زينوفيليك والنيوكليس ممكن تبقى مش باينه. برضو صورة تانية للفوكال ليتيك نكروزس اللي هي البيس ميل نكروزس، اللي هي قصدي فوكال ليتيك نكروزس مش بيس ميل، بيس ميل ده اللي هو من البورتال تراكت ويبدا يتشعب في اللوبيول، دي فوكال ليتيك نكروزس اللي هي مش موجوده في البورتال تراكت. الديفيوز نكروزس بقى يا اما يكون بريدجنج يا يكون ماسيف يا يكون سب ماسيف. بريدجنج يعني ايه؟ يعني الاقي النكروزس بينتقل من بورتال تراكت لبورتال تراكت، او من بورتال تراكت لسنترال فين، او من سنترال فين لسنترال فين، وهكذا. زي الصوره دي، طبعا الصوره دي هي مش نكروز، هي فايبروزس. فايبروز مرحله متطوره عن النكروز، ولكن انا جبت الصوره عشان البريدجنج هنا واضح قوي، يعني النكروز ممكن ما يبانش البريدجنج لكن في الفايبروز يبان. نلاقي الفايبروز ملاحظين ان هو انتقل من البورتال تراكت الى بورتال تراكت اخر. لو انا شلت الفايبروز وحسيت وبصيت على مرحله اللي قبل الفايبروز اللي هي النكروزس هلاقيه بالظبط خلايا ميته ماشيه من البورتال تراكت للبورتال تراكت، او من البورتال تراكت للسنترال فين، او من السنترال فين للسنترال فين، انواع بقى. النوع الثاني السب ماسيف نكروز ده بيبقى في لوبيول وذ اللوبيول، الماسيف نكروز بيبقى غالبا في الليفر كله. الحاجه الرابعه اللي ممكن تحصل في الليفر الا وهي الفايبروزس، وقلنا الفايبروزس ده بيحصل اون توب اوف ماسيف نكروزس اند كرونيك انفلاميشن. مستحيل يا جدعان فايبروزس يحصل مع اكيوت الا لو في ريبيتيتيف اكيوت، بينما الاكيوت العادي بيحصل له هيلينج باي ريجينريشن. التايبس عندنا يا بورتال فايبروزس يعني ويذن ذا بورتال تراكت، او بريدجنج فايبروزس زي الصوره اللي احنا لسه شايفينها من ثواني، من بورتال لبورتال او من بورتال لسنترال او من سنترال لسنترال، او ممكن يبقى بيري سنترال فايبروزس يعني محوط السنترال فين، محوط سنترال فين اون توب اوف اسكيميا، يعني اسكيميا جت عملت بيري سنترال نيكروزس، البيري سنترال نيكروزس جه حصل له هيلينج، حصل له هيلينج باي فايبروزس. السيروزس اللي هي الاند ستيج اوف ذا فايبروزس او اوف ذا ليفر ديزيز، خصوصا الانفكشن والهيباتايتس وكده، هي عباره طبعا السيروزس ده هو موضوع كبير جدا وليه اسباب كتيره مشروحه في المحاضره ان شاء الله اللي بعد دي، وان شاء الله هتلاقيها موجوده على القناه. السيروزس بيتكون من عده اشكال، او عشان اقول كلمه سيروزس لازم يكون في عده كاتيجوريز او عده اشكال حققتها. اول حاجه ان انا الاقي ريجينريتنج نوديولز، الاقي فايبروزس، الاقي ماسيف نكروزس، الاقي الحاجات دي كلها بعد كده ان في حصل عندي ايه، حصل عندي سيروزس. دي الريجينريتنج نوديولز اهي ومتحوطه بفايبرستيش، وان شاء الله ليها سلايد في العملي مشروحه باذن الله على القناه. الهيباتيك فانكشن اسيسمنت، هيباتيك فانكشن اسيسمنت ازاي اعمل تقييم للهيباتيك فانكشن؟ والله الهيباتيك فانكشن دي عشان اعملها اسيسمنت بثلاث حاجات، يا اما اشوف الانجري بتاعه، يعني اعمل تحديد او تقييم للانجري اللي في الليفر بتاعه الهيباتوسايتس، لان الهيباتوسايتس بتحتوي على انزيمز، والانزيمز دي بتبقى موجوده انتراسيلولر، فلو السيل حصل فيها دامج فمعنى كده ان السيل هتفرقع وتطلع الكونتنت اللي جواها جوه البلد فيعلى نسبتها. من ايه الحاجات اللي ممكن تعلى دي؟ الاي ال تي والاي اس تي اللي هو الانين ترانس امينيز والاسبرتي ترانس امينيز. برضه في عندي حاجات بتعرف لي هل الليفر السينثيتك فانكشن بتاعته حلوه ولا وحشه، زي السيرم البومين او البروثرومبين تايم الكواجليشن فاكتور، هل هم شغالين كويس ولا في تاخير؟ لو في تاخير يبقى في عندي مشكله في السينثيتك فانكشن اوف ذا ليفر. ثالث حاجه اشوف الاكسكريتوري فانكشن بتاعت الليفر، بحيث ان هو بيطلع البايل، فلو البايل ما طلعش، حصل سده في البايل داكت او حصل مشكله في الليفر خلت الهيباتوسايتس تكبر زي الهيدروبيك تشينج او فاتي تشينج، فضغط على البايل كاناليكولاي الصغيره اللي موجوده بتوين سيلز، ادت الى اكوميليشن اوف ذا بايل انسايد ذا سيل اللي هي كنا مسمينها كوليستيزس، وبعد كده يبدا يطلع زي ما يحصل ارتجاع ريجرجيتيشن
للبايل ده انسايد تو ذا سيستميك سيركيليشن ويعلى في الدم يبقى اسمها سيرم بيليروبين. لما يعلى السيرم بيليروبين هايبر بوليروبينيميا يبقى ساعتها الاكسكريتوري فانكشن اوف ذا ليفر فيها مشكله. نبدا نتحدث بقى على موضوعنا الاساسي بتاع النهارده الا وهو الهيباتايتس، والهيباتايتس خصوصا الاسباب الفايرال. الهيباتايتس ايتس دايما لو حطينا كلمه ايتس في اخر اي كلمه معناها على طول انفلاميشن اوف ذا ليفر بارينكيما. الكوزس الاسباب يا انفكتيف، او نحط الاسباب كلها على بعض، انفكتيف او كيميكال او دراجز او اميونولوجيكال او ميتابوليك ديس اوردرز. الموست كومون من الخمسه دول هو الانفكتيف، والموست كومون الانفكتيف انه يكون فايرال، لا بكتيريال ولا بارازيتس ولا فانجاي، انما الموست كومون هو الفايرال. يبقى موست كومون كوز اوف هيباتايتس از انفكتيف. الموست كومون كوز اوف انفكتيف او موست كومون تايب اوف انفكشن از فايرال انفكشن. في برضه انواع تانية زي الكيميكالز، الناس اللي بيشربوا الكحول، الدراجز زي الاسيتامينوفين، الناس اللي بتنتحر بالباراسيتامول. الاسيتامينوفين، الاسيتامينوفين ده شبيه بالباراسيتامول، اسمه في السوق سيتافين. اميونولوجيكال اوتو اميون ديزيزز، تروح تهاجم الهيباتوسايتس بتاعه الليفر وتعمل هيباتايتس. او ميتابوليك ديس اوردر زي هيموكروماتوزيس او ديفيشنسي اوف ذا الفا 1 انتيتريبسين، او مشكله في الكبر اللي هي اسمه ويلسونز ديزيز. الفيرال انديوسد هيباتايتس بقى، يعني الهيباتايتس الانفلاميشن بتاع البارينكيما بيكوز اوف فايرال انفكشن. اول حاجه الفيروس او الفيروسز اللي بتروح تهاجم الليفر حاجه من الاثنين، يا اما برايمري يعني بتروح تهاجم الليفر بحد ذاته اسمها هيباتوتروبيك، يعني خاصه بالليفر، اللي هي هيباتايتس A و B و C و D و E. بينما في نوع تاني، ودول طبعا ذا موست كومون، في نوع تاني بقى اللي هو السكندري باي سيستميك فيروس، يعني سيستميك فيروسز ويقوم الليفر ملطوط معاه، زي الابشتاين بار فيروس، السيتوميجالو فيروس، الهربس سيمبلكس فيروس 1. نتحدث بقى عن الفيرال هيباتايتس، فعشان نكون لمينا الموضوع كله نتفرج على الفيديو ده اللي هيلم لنا كتير باذن الله، نتفرج عليه مع بعض. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا احنا هنكمل كلامنا اللي احنا قلناه في الباور بوينت، ولكن بإذن الله هيكون كلامنا على البورد هنا، لأن غالبا الكلام اللي هنقوله دلوقتي ملوش علاقة بالصور، ملوش صور أو حاجة من كده، كلامنا كله نظري ونسب، فيفضل ان احنا ايه نشرحها على البورد. طيب احنا هنتكلم على ايه؟ احنا قلنا ان الهيباتايتس بينشأ عن طريق انواع، يا اما يكون مثلا انفكتيف، يا يكون كيميكال، يا يكون دراجز وتوكسينز، يا يكون ميتابوليك، كل دي اسباب. لكن الموست كومون كوز انه يكون ايه، يكون انفكتيف. والموست كومون من الانفكتيف اللي هو يا اما يكون بكتيريال، يا يكون فايرال، يا يكون بارازيتك، يا يكون فانجاي. والله موسيقى يا جدعان. انه يكون ايه، ان يكون السبب الحقيقي هو ايه، يكون فايرال. ده الموست كومون يكون ايه، فايرال. وقلنا الفايرال بيتقسم نوعين، يا نوع يكون هيباتوتروبيك يعني خاص بالليفر يروح يهاجم الليفر، يا اما يكون يعني هيباتوسايتس تروبيك يعني خاص بالخلايا بتاعه الليفر هيباتوسايتس، يا اما يكون سيستميك يعني سيستميك ديزيز او سيستميك فيروس، والليفر يتلط مع الايه، مع الديزيز ده، زي ايه، زي سايتوميجالو فيروس، ابشتاين بار فيروس، هيربس سيمبلكس فيروس 1 وهكذا الحاجات دي. لكن احنا نتحدث عن الفيرال هيباتايتس، فنحن اذا اطلقنا هذا يعني اذا اطلقنا هذا المصطلح اللي هو الفيرال هيباتايتس، فنحن نتحدث بشكل خاص عن الهيباتوتروبيك. نحن لا نتحدث عن سيستميك، نتحدث عن ايه، عن الهيباتوتروبيك. الهيباتوتروبيك خمسه انواع اللي هم ايه، هيباتايتس A فيروس و B و C و D و E. يبقى دي الخمس انواع اللي تعمل هيباتوتروبيك فيروس، يعني هيباتوتروبيك يعني تروح تهاجم الهيباتوسايتس بشكل خاص. طيب هل الفيروسز دي هيباتايتس A و B و C و D و E، هل لما بيروحوا يهاجموا الهيباتوسايتس هم اللي بيعملوا لها دامج، يعني سايتوباثيك يعني هي اللي بتقتلها؟ لا، اكتشفوا ان اللي بيقتل الفيروس، اللي بيقتل السيلز او الانفكتد سيلز، ليس العيب في الفيروس نفسه، وانما العيب في الجهاز المناعي اللي بيهاجم الفيروس. لان الفيروس الفيرال انفكتد سيلز بتطلع شويه سايتوكاينز او شويه يعني كيميكالز بتحفز الجهاز المناعي، فالجهاز المناعي يقول لها انت بتطلعي لي كيميكالز، انا هديكي الجيش الجرار. ايه الجيش الجرار ده؟ كلاستر ديفرنشيشن 8 سايتوتوكسيك تي سيل، سايتوتوكسيك يبقى تعمل توكسيستي للسيلز تروح تقتلها، يبقى كلاستر ديفرنشيشن 8 سايتوتوكسيك تي سيل، تقوم رايحه السايتوكسيك تي سيل تقتل تقتل ايه، الهيباتوسايتس. يبقى الكوز of injury of the hepatocytes not the virus، وانما السبب هو الايه، الاميون ريسبونس بتاعي. بيظهر الكلينيكال بيكتشر بتاعتي بعد ما يروح كلاستر ديفرنشيشن 8 سيتوتوكسيك تي سيل للخلايا تقتلها على شكل اربعه انواع، على حسب بقى.
الاربع انواع دول ايه؟ زي ما نقول احنا في عندنا كوزس للهيباتايتس وقلناها، لكن في عندي تايبس للهيباتايتس. التايبس دي الاتي، يا اما يكون سب كلينيكال، ونبدا مع اول نوع معانا اللي هو مين؟ اللي هو السب كلينيكال. سب كلينيكال، طيب سب كلينيكال كوزس يعني سب يعني تحت يعني الكلينكس او الاطباء لما بيروحوا يكشفوا على او يروحوا يفحصوا المريض ده ما بيكتشفوش حاجه، بيلاقوه اسيمتوماتيك، ما فيش اعراض ظهر عليه. طيب مين اللي من الفيروس دي A و B و C و D و E ممكن يعملوا الفيروس ده؟ لا، اكتشفوا انه كله ممكن يعمل ايه؟ سب كلينيكال، لكن اكتر في اول ثلاثه. يبقى الهيباتايتس سب كلينيكال مين اكتر حاجه تعمله؟ هيباتايتس A، هيباتايتس B، هيباتايتس C، اول ثلاثه A B C اكتر حاجات ممكن تعمل ايه؟ تعمل سب كلينيكال 75%، بينما رير ان يسببها ايه؟ الدي والاي، الدي والاي رير شوي، لكن ممكن يعملوه، ممكن يبقوا ايه؟ يبقوا اسيمتوماتيك. طيب طبعا اكتشفه ازاي؟ ازاي اعرف ان المريض ده في حاله سب كلينيكال، سب كلينيكال هيباتايتس؟ عن طريق التالي، بيكتشفوه انسيدنتال، يعني ايه؟ يعني بشكل غير متوقع، بالصدفه. بيكتشفوه ازاي؟ يا اما الاي ال تي الانين ترانس امينيزس والاي اس تي اسبارتيت ترانس امينيز، الاثنين دول يبقوا عاليين، بس عاليين شويه مش عاليين كتير، لانه عاليين كتير هيظهر اعراض، هيظهر اعراض، هيبان على الشخص اعراض، لكن لما يبقوا عاليين شويه معناه ان الدمج او الانجر بتاع الليفر سيلز مش كبير قوي. طيب ده يعرفوه بالطريقه دي. او النوع الثاني، بلاقي بوزيتيف انتي فايرال انتي بودي. طب هي جت منين؟ معنى كده ان في عندي فيروس جوه الجسم وانه سبب شويه دمج في الهيباتوسايتس فادت الى ظهور الانتي فايرال انتي بودز. جميل جميل، ده النوع الاولاني سب كلينيكال. في بقى انواع ثانيه سنتحدث عن كل واحد منها بالتفصيل. اول واحد الاكيوت، اكيوت فايرال هيباتايتس. طبعا ما دام قلت اكيوت فايرال يبقى انا قلت ان الهيباتايتس ده اللي سببه هو الايه؟ الفيروسز. وده مين اللي بيسببه؟ كلهم بيعملوه لي، الاي والبي والسي والدي والاي كلهم بيسببوه الاكيوت. طب الاكيوت ده يعني لو اكيوت وفضل مستمر وبتاع لمده اكتر من 6 شهور يتحول الى كرونيك، يتحول الى ايه؟ كرونيك ديزيز. مين اللي بيعمل لي كرونيك؟ اول واحد واخر واحد شيلهم حط الباقي، يبقى البي والسي والدي. جميل جدا كده يا جدعان. يبقى احنا قلنا حتى الان ان اللي بيسبب لي الاكيوت فايرال هيباتايتس كلهم، لكن لو تحول من اكيوت الى كرونيك فاعرف ان اللي بيسببه اللي في النص البي والسي والدي، ولكن الاي والاي عمرهم ما يعملوا كرونيك فايرال هيباتايتس. في بقى نوع ثالث اسمه فولمينانت، وده بيبقى ليثل او فيتل، يعني ممكن يقتل. طيب مين اللي بيعمل الفولمينانت؟ كلهم ممكن يعملوه، لكن مين الموست كومون نعمله؟ هيباتايتس اي لو جه في واحده بريجننت. هيباتايتس اي لو جه في واحده بريجننت هو اكتر كوز يعمل لك فولمينانت. طيب فاضل لنا النوع الاخير الا وهو الكارير ستيت، يعني يكون حامل وبينقل الديزيز لكن الديزيز مش عامل في جسمه اي حاجه. طيب مين اللي ممكن يعمل كارير ستيت؟ اعرف على طول اما تسمع كلمه كارير ستيت حط هيباتايتس بي، يبقى كارير، كارير ستيت هتحط هيباتايتس ايه؟ هيباتايتس بي، هيباتايتس بي فيروس. ده الموست كومون. في تحتيه حاجات تانية، ممكن هيباتايتس بي وممكن هيباتايتس سي وممكن هيباتايتس دي، لكن مستحيل هيباتايتس اي وهيباتايتس اي يعملوه. يبقى هيباتايتس اي واي مستحيل يعملوا حاجه من الاثنين، لا يعملوا كارير ستيت ولا يعملوا كرونيك. امال يعملوا ايه؟ ممكن يعملوا اكيوت ماشي، سب كلينيكال ماشي، فولمينانت ماشي، لكن مستحيل يعملوا كارير ستيت ولا يعملوا كرونيك هيباتايتس. نكمل كلامنا بقى وهيبدا كلامنا برضو على الاكيوت فايرال هيباتايتس، برضو نشوف الفيديو بحيث ان احنا فاهمين احنا بنقول ايه. طيب نبدا كده مع اول نوع معانا الاكيوت الفايرال هيباتايتس. طيب الاكيوت فايرال هيباتايتس هو ده اللي بنبدا نتحدث عنه الان، اكيوت فايرال هيباتايتس. طيب اكيوت فايرال هيباتايتس زي ما قلنا ان هو الاعراض بتنشا فيه بطريقه سريعه. مين اللي بيسبب الاكيوت فايرال هيباتايتس؟ قلنا كلهم، الاي والبي والسي والدي والاي، وهنعرف دلوقتي ان كل واحد فيهم ممكن يؤدي الى ايه في الاخر. طيب الايتيولوجي بتاعنا قلنا الهيباتروبيك فايروس، قلناه لسه دلوقتي. كلينيكال فيتشرز ممكن تظهر على شكل فور فيزز. طيب واحده واحده كده نعرف الفيز مع بعض. اول ما بيخش الفيروس جوه جسمك ما بيبدعش على طول اعراض تظهر، اكيد لازم يقعد فتره نقاهه اسمها انكيوبيشن بيريود. يبقى اول فيز معانا هو انكيوبيشن بيريود. طب انكيوبيشن بيريود دي هي فتره النقاهه،
فتره بتمتد من اول ما بيبقاش في اعراض خالص لغايه ما تبدا الاعراض تظهر، يبقى اللاست دايز بتاعه الاسيمتوماتيك لغايه الفيو دايز اللي فيها بتبدا الايه السيمتومز تظهر. جميل، دي الانكيوبيشن بيريد. طيب الانكيوبيشن بيريد بيقول لك كلمه مكتوبه في الكتاب، بيقول لك بيك انفكتيفيتي، يعني ان الانكيوبيشن بيريد دي بتوصل البيك، بتوصل الليفل بتاعها العالي جدا لما ببدا الاقي اشوف سيركوليتنج فايرال بارتيكلز او سيركوليتنج فايرال انتيجنز موجوده في الايه في السيركوليشن. دي الانكيوبيشن بيريد. الانكيوبيشن بيريد خلصت، يبقى هلاقي بقى حاجه اسمها بري اكتريك، بري قبل اكتريك، يبقى في اكتريك وفي بري اكتريك، بري اكتريك فيز. طب البري اكتريك يعني قبل ايه؟ قبل اكتريك فيز يعني اكتريك يعني حاجه قاسيه جدا، يعني بدات السيمتومز الخاصه بالفيرال بالاكيوت فيرال هيباتايتس تظهر، بينما البري اكتريك قبلها يعني تظهر نون سبيسيفيك سيمتومز، حاجات مش سبيسيفيك قوي للفيروس ده. زي ايه؟ زي مثلا يكون عنده شويه حراره، شويه مليز، رعشه غريبه كده، حاسس انه تعبان، فقدان للشهيه، وهكذا الحاجات الايه الغريبه دي. طب انا لو انا جيت احلل الراجل ده السيرم بتاعه هلاقي شويه علو الاي ال تي الانين ترانس امينيز والاي اس تي عاليين، سيكا صغيره، لان بعد كده في الالكتريك فيز هلاقيهم عاليين جامد فوق ضربين في السماء. طيب بعد ما خلصت البري الكتريك فيز اخش بقى على الالكتريك. الكتريك اللي هو ايه؟ اللي هو فعلا بقى الاعراض بتاعت الفيروس دي تبدا تظهر بشكل قوي. يعني الاعراض زي ما قلنا اللي هتستمر، الحراره تزيد والملز يزيد والجنرال ايه والجنرال سيمتومز تظهر، والفاتيجابيليتي التعب يزيد والاصابه بتايت وفقدان الشهيه وكده. لكن في حاجه تانية ممكن تظهر اكتر اللي هي ايه؟ جوندس. الجوندس ممكن يظهر بقى في المرحله دي، ممكن يظهر ممكن ما يظهرش، لكن الجوندس رير انه يظهر في الاي والبي والسي، مجموعه في كلمه سبا. صباح الناس اللي من سبا باشا. الاي والبي والسي ممكن ايه ما يظهروش قوي اول ثلاث انواع. يبقى الاي والبي والسي كانوا بيعملوني في الاول سب كلينيكال هيباتايتس، وممكن يعملوا لي ايه والرير يحصل معاهم الايه الجوندس. بكده اخدنا حاجتين في الاي والبي والسي. برضه بيقول لك ان هي ممكن البيلروبين الجوندس ده، ان البيلروبين بيزيد، انا نوع من البيلروبين اللي هو الايه كونجوجيتد بيلروبين هو اللي بيزيد، ولما بيزيد في الدم احنا عارفين البيلروبين ده فيه بايل سولتس فممكن تؤدي الى بروريتس الجلده يعني يهرشه، وممكن زي ما قلنا ممكن يظهر وممكن ما يظهرش. طب المرحله الرابعه مرحله الايه النقاهه كوفالسنس اللي هي مرحله الشفاء، يعني بعد شويه اسابيع كده يبدا ايه يبدا يشفى. على حسب طبعا بيبدا يشفى على حسب، لو على حسب نوع الهيباتوتروبيك اللي عمله، هل البي هل الاي ولا البي ولا السي ولا الدي ولا الاي، ونبدا نشوف الايه الكلام بتاعه. طيب بيقول لك بقى ان في بايوكيميكال تشينجز، يعني في الجسم بيبدا يحصل شويه تغيرات. احنا قلنا التغيرات واحنا بنشرح، اول حاجه قلنا ان الليفر، قلناها في الباوربوينت ان هو يعني ممكن اشوف الفانكشنز بتاعته عن طريق كذا حاجه. اول حاجه من الحاجات اللي بتحصل في الاكيوت فيرال هيباتايتس اكيد يعني هلاقي الاي ال تي الانين ترانس امينيز والاي اس تي يعلو قوي في الدم، ودول بيعرفوني ان في ايه، في عندي ليفر انجري. مين المسؤول عن الانجري؟ مش البارتيكلز بتاعه الفيروس، وانما كلاستر ديفرنشيشن 8 سايتوتوكسيك تي سيل. النوع الثاني اللي بيعرفني السكريتور فانكشن، بلاقي البروثرومبين تايم او السينثيتك فانكشن، بروثرومبين تايم ماله يعلى، يزيد البروثرومبين تايم، معنى كده ان الليفر ما بيصنعش كواجيليشن فاكتورز كتير. تمام، برضو بلاقي الالبومين قليل، معنى كده السينثيتك فانكشن بتاعه الايه بتاعه الليفر قلت. الحاجه الثالثه اللي بلاقيها، بلاقي كونجوجيتد، ممكن الاقيها ممكن ما الاقيهاش كونجوجيتد، وبتبقى رير زي ما قلنا في الاي والبي والسي. كونجوجيتد هايبر بيلروبينيمي، جميل، دي بلاقيها عاليه وقلنا بتبقى رير في مين. طيب ممكن تؤدي لايه؟ ممكن بتعمل لي ايه برورايتس زي ما قلنا، بيعلى في الدم ممكن يؤدي الى برورايتس. يبقى احنا كده خلصنا الحاجات اللي ممكن تحصل في الليفر. طب انا لو جيت اشوفها مايكروسكوبيكالي، مايكروسكوبيكالي هلاقي ايه؟ والله امشي بالترتيب، اكيوت فايرال هيباتايتس، التشنجز اللي ممكن تحصل في الليفر زي ما قلنا قبل كده، ممكن يحصل في الاول يحصل شويه انفلاميشن، ممكن يحصل ديجنريشن، ممكن يحصل نيكروزس، ممكن يحصل فايبروز، ممكن يحصل سيروزس. اعرف ان السيروزس ما هو الا كومبليكيشن للفايبروزس، لكن ده اكيوت، هل الاكيوت بيحصل معاه فايبروزس؟ اكيد لا، يبقى ما فيش نو فايبروزس نو سيروزس، نو فايبروزس نو ايه نو سيروس. يبقى كده اتنين نو. يبقى هنتحدث عن ثلاث احتمالات لا غير، ممكن يحصل انفلاميشن
بيحصل ديجنريشن، بيحصل نيكروزس، حاجه منهم بتحصل يا ده او الثلاثه بيحصلوا مع بعض، يعني ديجنريشن او نيكروزس او انفلاميشن، او الثلاثه بيحصلوا مع بعض. طيب واحده واحده كده ناخدهم مع بعض كده. الصفحه خلصت، استني نمسح سريعا. نشوف بقى. اول حاجه بلاقي الانفلاميشن بيبدا منين. طبعا الانفلاميشن اول ما يبدا يقوم بادئ في البورتال تراكت، بورتال تراكت بدا فيها الانفلاميشن، بعدين الانفلاميشن يبدا يسيب البورتال تراكت هوب يخش على البارينك، ما يبسمه انترفيس، انترفيس انفلاميشن او بيسميل انفلاميشن مش نيكروزس، انترفيس. طب دخل انترفيس، دخل وجوه البارينك ما بقى عمل انفلاميشن كتير جدا جوه، يبقى فوكال ليتك او فوك مش ليتك بقى فوكال انفلاميشن بقى جوه البارينك. ممكن الانفلاميشن ده يبقى بريدجنج، يعني اتنقل من بورتال لبورتال، طبعا كلهم بيمشوا بنفس الاسطمب. ده كده بالنسبه للايه، بالنسبه للانفلاميشن. طيب بالنسبه للديجنريشن، الديجنريشن في الاول اكيد هلاقي عندي شويه شويه هيدروبيك، هيدروبيك تشينج اللي هو بالونينج، في الاول بلاقي شويه ايه بالونينج وشويه فاتي تشينج، يبقى فاتي تشينج وبالونينج، ده الديجنريشن. طيب هل ممكن يحصل نيكروزس؟ طبعا ممكن يحصل نيكروزس، والنيكروز زي ما قلنا ان هو ايه، ممكن يبدا في البورتال تراكت، ممكن يخش جوه يبسمه انترفيس، ممكن يخش جوه اكتر يبسمه فوكال، لكن ممكن يحصل عندي في الاخر شويه فوكال ليتك ايه نيكروز. يبقى انت ستتحدث ان مش مستحيل يحصل فيبروزس، مستحيل يحصل سيروزس، لكن هيحصل حاجه من هيحصل الثلاثه التانيين، الديجنريشن شويه هيدروبيك تشينج بالونينج وشويه فاتي تشينج اللي هي السياتوزس، ده اول حاجه. طيب النيكروزس ممكن يحصل على شكل ايه؟ النيكروزس يا جدعان نكتبها، النيكروزس يحصل على شكل ايه؟ فوكاليتك او بورتال تراكت نيكروزس او انترفيس نيكروز اللي هي بيسمين نيكروزس، كله ممكن يحصل. بورتال تراكت انفلاميشن بقى ممكن يحصل بورتال تراكت انفلاميشن، انترفيس انفلاميشن، فوكال انفلاميشن، يعني هو في الاول بيبدا ديجنريشن بعد انفلاميشن بعد كده نيكروز. ثبت ايه؟ حط الاسطمبه في دماغك كده هتلاقي نفسك ماشي كويس جدا. طيب ايه اخر حاجه؟ ايه زي ما تقول البروجنوزس للديزيز الاكيوت، ايه الاكيوت فيرال هيباتايتس؟ والله على حسب، ان كنت اتحدث على الهيباتايتس اي وهيباتايتس اي اعمل ان على طول كومبليت ريكفري اكسبت. لو الهيباتايتس اي ده جه في واحده بريجننت زي ما قلنا قبل كده، ف 20% منه 20% هيوديني الى ايه، فولمينانت، فولمينانت فيرال هيباتايتس. ده كده الاي والاي. طيب البي ممكن اغلبه بيروح ريكفري، لكن في سنه منه يوم رايح كرونيك. جميل. طيب السي 70% منه يوم رايح كرونيك، وطبعا الباقي بيحصل له ريكفري. الدي ده معلش ضعيف الشخصيه شويه، الدي مستحيل يعمل دي انفكشن، هيباتيتس دي انفكشن، الا لما يكون في هيباتيتس بي، يا اما جه هيباتيتس بي وده جه عليه، يعني جم الاثنين مع بعض كو انفكشن، يا اما الهيباتيتس بي جه وتعالج وبعد كده راح جه الدي، بس مش سوبر انفكشن فوقيه. تمام، يبقى كو انفكشن مع بعض، سوبر انفكشن يعني فوقيه. لو جه مع بعض كو انفكشن، كو انفكشن، فاعرف ان انت غالبا هيحصل لك ريكفري، لكن شويه جدا هيحصل عندك ايه كرونيك. بينما لو جه سوبر انفكشن، سوبر انفكشن لا، يبقى انت تخاف بقى. سوبر انفكشن هيباتيتس دي مع هيباتيتس بي سوبر انفكشن، يبقى انت غالبا بنسبه 80% هتخش كرونيك. بنسبه كام؟ بنسبه 80% يا جدعان هتخش كرونيك. عشان كده دي سوبر انفكشن خطير، الدي سوبر انفكشن خطير. لكن مين اكتر واحد بيؤدي لكرونيك؟ هيباتيتس سي لانه لوحده، لكن وبعديه على طول هيباتيتس دي سوبر انفكشن، لكن الباقي كله ممكن يحصل منهم ايه ريكفري. هيباتيتس ايه بخاف منه؟ انه لو جه واحده بريجننت 20% ممكن يتحول الى فول مان. كده خلصنا الكرونيك انفلاميش او كرونيك هيباتيتس الاكيوت فيرال هيباتيتس. هنراجع بس شكل الميكروسكوبيك عشان احنا كنا بنتكلم في الفيديو من غير صور. فشكل ال شكل اكيوت هيباتيتس بيبقى زي ما قلنا ديجنريشن وانفلاميشن ونيكروزس. طبعا الكتاب كاتب يعني حاجات معينه، لكن في المحاضره الدكتوره ايه مشيت بالاسطمبه اللي انا مشيت بيها في الفيديو، فانا بس ناقل كلام الدكتور. لكن في الكتاب، هو الكتاب مسهل علينا جدا، فقال لك ان الانفلاميشن بيبقى في البورتال تراكت. جميل جدا. طبعا دي الصوره كبيره، فدي انا يعني دي صغيره، فانا مكبر الصوره عشان اوريك الفيلد. بلاقي اهو فاتي تشينج
وبلاقي هيدروبيك تشينج ده يبقى كده ديجنريشن خلاص. انفلاميشن بلاقيه في البورتال تراكت يبقى كده بورتال تراكت انفلاميشن، كما ان انا بلاقي برضو نيكروزس فوكال ليتيك نيكروز. كده خلصنا الاكيوت انفلاميشن. نخش بقى على الكرونيك فايرال انفكشن ونشوف برضو الفيديو ده. طيب لو جينا بقى نتكلم على الكرونيك فيرال هيباتيتس، قلنا ان الكرونيك اللي بيسببه برضو يعني لو قلنا التعريف بتاعه في الاول ان هو بينشا عن طريق ان الاعراض بتاعه الاكيوت ان احنا قلناها ماليز ولوسوفيبتايت والانفلاميشن اللي ممكن يحصل جوه والديجنريشن والحاجات دي ممكن تفضل مستمره جوه الليفر اكتر من 6 شهور. لو استمرت اكتر من 6 شهور يبقى انت كده على طول دخلت في مرحله الايه الكرونيك فيرال هيباتيتس. مين اللي بيسببه؟ قلنا اللي بيسببه شيل الاي وشيل الاي، شيل الاي وشيل الاي، والباقي كله ممكن يسببه. نبدا على طول بمين؟ بالسي اكترهم، ممكن يعني 70% ممكن يعمل الموضوع ده. الدي لكن سوبر انفكشن وذ بي، سوبر انفكشن على البي هيباتيتس ممكن 80%، واخر حاجه الهيباتيتس بي من 1-2%. يبقى اللي بيسبب الكرونيك هيباتيتس هو اول حاجه السي 70، وبعد كده الدي لكن سوبر انفكشن، سوبر انفكشن 80، واخر حاجه البي من 1-2%. جميل. طيب بيظهر كلينيكالي على شكل ايه؟ يعني ده ممكن يحصل نفس الحاجات اللي بتحصل في الاكيوت بتحصل هنا. زي ايه؟ الجوندس ممكن يظهر بس بيبقى ايه مايلد، مايلد جوندس، يحصل هايبر بيلوروبينيميا كونجكيتد. ممكن الاي ال تي الانين ترانس امينيز والاي اس تي يعلو بس مش قوي، الاكيوت بيعلى اكتر. طبعا ممكن يبقى البروثرومبين تايم يطول بس بيطول اكتر في الاكيوت. يعني الاعراض نفس اللي تشينجز ونفس الكلينيكال فيتشرز بتبقى موجوده في الاكيوت والكرونيك لكن بتختلف. لو قلنا في الكلينيكال فيتشر من حيث الماليز، من حيث الفاتيجابيليتي، من حيث الحراره، من حيث الحاجات دي بتبقى في الاكيوت اكتر، الكرونيك بتبقى موجوده بس اقل. البايوكيميكال تشينجز اللي احنا قلناها المايلد جوندس، مايلد جوندس وال بيبقى موجود بس بيبقى اقل من الاكيوت. اي اس تي، اي ال تي واي اس تي برضه بيبقى عالي بس اقل من الاكيوت. بروثرومبين تايم بيطول بس اقل من الاكيوت. بروثرومبين تايم والكلام فوسفاتيز برضه بيعلى سيكا وهكذا. لو قلنا بقى الميكروسكوبيك بيكتشر هنا بقى يبدا يظهر الاختلاف واضح. ميكروسكوبيك بيكتشر بيظهر ازاي؟ قلنا ما دام احنا نتحدث عن كرونيك اعرف على طول ان هيحصل فايبروزس وممكن يحصل سيروز. يبقى في فايبروز، في فايبروز ده اختلاف عن اختلاف الاكيوت. يبقى لأ انا لو شفت ليفر ولقيت تحتيه في عندي فايبروز اعرف ان دخلت مرحله كرونيك. الراجل ده في كرونيك هيباتيتس سواء كان بقى سبب فيروس او مش فيروس. الانفلاميشن طبعا اول حاجه بتحصل، ممكن يعني نغير في ترتيب الكتاب، اول حاجه بتحصل ايه؟ ديجنريشن. ديجنريشن بيظهر زي ما قلنا فاتي تشينج، فاتي تشينج او بالونينج اللي هي هيدروبيك، هيدروبيك تشينج. طيب الديجنريشن حصل، ده اول حاجه بتحصل. الديجنريشن حصل وخلص، خلينا نمسح. يبقى اول حاجه، اول حاجه ديجنريشن وقلنا بيظهر على شكل ايه؟ فاتي تشينج وبالونينج. جميل. طيب تاني حاجه ممكن تحصل، ممكن يحصل انفلاميشن. بقى الانفلاميشن هنا بيختلف عن الاكيوت، بيبقى مور بروميننت او بارز اكتر. يعني ممكن يبقى في البورتال تراكت في الاول زي ما قلنا، بعد كده يتحول بقى يخش جوه يبقى اسمه انترفيس، ويخش جوه يبقى اسمه فوكال، فوكال انفلاميشن يعني جوه في حته كده في الليبيول. ممكن بقى الانفلاميشن ده يتطور ويؤدي الى النكروز. انا حتى الان ماشي في نفس السلسله بتاعت الاكيوت بس بتبقى مور بروميننت في الكرونيك. النكروز بقى يظهر ازاي؟ ممكن يبقى في الاول في البورتال وبعد كده من البورتال يوم ناقل جوه يبقى اسمه انترفيس، وبعدين الانترفيس مثلا يبدا بقى يخش يبقى جوه اللوبيول نفسه او جوه البارينكيما يبقى اسمه فوكال ليكتيك، فوكال ليتيك نيكروزس. وبعد كده ممكن يتحول الى مرحله اعلى من كده انه يقوم عامل بريدجنج من بورتال لبورتال او من بورتال لسنترال فين، يقوم عامل لك بريدجنج نيكروزس. طيب بعد ما بيعمل نيكروز بالشكل العبيط ده وهو كرونيك والتقدم البروجريشن بتاعه قليل، فممكن يؤدي لمرحله الرابعه اللي اكيد هتحصل مدام كرونيك، اللي هي مرحله الفايبروز. مرحله الفايبروزس يا اما تبقى في البورتال تراكت لو الانفلاميشن كان في البورتال تراكت، ممكن
او لو كان النكروز في البورتال تراكت، الفايبروز يا اما يكون في البورتال تراكت يا اما يخش جوه بقى، يبقى اسمه انترفيس نيكرو انترفيس فايبروز، يا اما بريدجنج بتوين بورتال وبورتال، بورتال سنترال، وهكذا. نفس الاسطمبه اللي بيمشي بيها، اللي بيمشي عليها دايما. طيب لو الراجل ده فضل مستمر كده وما تعالجش، او احنا ما حاولناش نوقف المرض، فالمرض ده هيظهر او هيفضل مستمر عنده بحاجه من ثلاثه. يا اما يحصل المرض ده ريجريشن، تمام؟ يعني ايه ريجريشن يا جدعان؟ يعني يرجع تاني نورمال، يبدا المرض يتراجع بعد ما كان متقدم، يبدا يتراجع. ده اول ايه، اول حاجه ممكن تحصل، الكورس اللي ممكن يحصل. او ممكن يفضل زي ما هو، يفضل زي ايه، يفضل اندولنت سائد، بس ايه نو بروجريشن، يعني كل ماشي اوبا فجاه يوم واقف في مكانه، اللي هو ايه ما يستمرش في الايه في الكورس بتاعه. او ممكن الحاجه الثالثه تظهر، يحصل بروجريشن. واذا حصل بروجريشن عند كرونيك فايرال هيباتايتس اخف جدا، يحصل حاجه من الاثنين، او يحصل الاثنين مع بعض، يحصل سيروزس، وان توب اوف سيروزس يحصل ايه، يحصل هيباتو سيلولار كارسينوم. اخف جدا من ايه، من الحاجتين دول. فانا لو المرض الكرونيك ده بروجريس، يعني مستمر في الايه في الكلينيكال فيتشر بتاعته، ممكن يؤدي لسيروزس او هيباتو سيلولار كارسينوم. طيب احنا عشان نعرف هل الراجل ده في حاله الليفر بتاعته كويسه حلوه ولا وحشه، عملنا حاجه اسمها ستيجنج، ستيجنج وجريدنج. الستيجنج والجريدنج اكتر، ستيجنج اند جريدنج، تمام؟ في عندي تو سيستمز عملوا الموضوع ده. السيستم الاولاني اسمه اسهاك، والتاني ميتافير. دول تو سيستمز بعمل بيهم ايه، بشوف الليفر فانكشن تيست، التيست بتاعهم او الاكتيفيتي، الاكتيفيتي الاندكس بتاع الاكتيفيتي بتاعت الايه بتاعت الليفر، بعرف منهم الاسحاك، اسحاك مانوفر او ميتافير. دول الاثنين اللي بعرف منهم الاستيجنج والجريدنج. طب ايه الفرق بقى بين الاستيجنج والجريدنج؟ والله الفرق بسيط. لو انا قلت ستيجنج اس يبقى فايبروزس، ستيجنج يبقى انا هنا بقيم الايه الفايبروزس، وان شاء الله هنحط صور في الباوربوينت الايه للستيجنج ده. لكن لو انا اتحدث عن الجريدنج، فانا بقيم هنا يا اما الانفلاميشن، بقيم الانفلاميشن وبقيم النكروس، وبكده يكون الكرونيك انفلاميشن خلص. طيب نكمل. الشكل بتاعها مايكروسكوبيك، هنلاقي زي ما قلنا هنلاقي ديجنريشن وانفلاميشن ونكروزس، وهنلاقي برضو الفايبروز والسيروزس، بس دي في المراحل المتاخره. هنلاقي طبعا الانفلاميشن ممكن يبقى ويذن ذا بورتال تراك زي ما قلنا، والبريدجنج وبتاع، وبيبقى ليمفوسيتيك انفلتريشن نوت نيوتروفيليك انفلتريشن زي في الاكيوت. طبعا ده فرق بين الاكيوت وبين الكرونيك. زي ما قلنا الانفلاميشن بنلاقيه، بص الانفلاماتور سيلز نيوتروفيلز كتير قوي في الاكيوت، لكن في الكرونيك صحيح انها قليله لكنها بتؤدي لفايبروزس والفايبروز بريدجنج بتوين ايه بورتال وسنترال زي ما احنا شايفين. كما ان بنلاقي برضو في شويه تشينجز في زي ما احنا شايفين هنا، اي اهو ابوبتوزس، بنلاقي برضو في فات تشينجز اللي هي ستياتوزس، بنلاقي برضو هيدروبيك تشينج والحاجات دي كلها. الجريدنج والستيجنج زي ما قلنا دي صوره بتوضح لي الستيجنج بالذات، اللي هو اذا كان الفايبروزس موجود ويذن ذا بورتال تراكت يبقى اف 1، لو هو بدا يخش جوه اللوبيول وعمل لي بريدجنج واحده بس يبقى اف 2، لو هو بدا بقى يعمل بريدجنج كتير قوي 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 وخالص وانترا لوبيولار ديجنريشن وبتاع يبقى اف 3، ولو كان بقى بدا يعمل لي ريجنريتنج نوديولز فانا ساعتها دخلت اف 4 اللي هي السيروزس. الكارير ستيت برضه نشوف الفيديو ده هيوضح معانا كويس جدا. نتكلم بقى على اخر نوع معانا من انواع او يعني النوع اللي قبل الاخير من الحاجات اللي ممكن تحصل عن طريق الهيباتايتس دي، ان يكون الراجل شايل فايرال بارتيكلز ويكون كارير ستيت حامل ليها بينقله لكن مش ظاهر عليه اي اعراض، ده اسمه كارير ستيت. طيب ايه الفرق بين الكارير ستيت والسب كلينيكال؟ السب كلينيكال يعني انا ما شفتش اعراض، الدكتور مش قادر يشوف اعراض، لكن لو عملت شويه تحاليل زي الاي ال تي والاي اس تي وعملت البادي جوه السيرولوجي يعني بلاقي انتي فايرال انتي بادي ظاهره. لكن الكارير ستيت لو جيت احلل الاي ال تي او الاي اس تي الاقيه نورمال. طب هل في انتي بادي طلعت؟ لا ما فيش انتي بادي طلعت. امال مين طلع؟ طلع الفايرال انتيجين هو اللي موجود. فده الفرق بين الكارير ستيت وما بين ايه وما بين السب كلينيكال هيباتايتس.
مين اكتر حاجه تعمل كارير ستيت كل يعني الايه، برضه هتشيل الايه وهتشيل الايه زي ما بتعمل في الايه في الكرونيك، لكن الباقي بقى على حسب. البي هو اكتر واحد بيعمله، هيباتيتس بي هو اكتر واحد بيعمله، وشويه السي والدي بيعملوه، يبقى مستحيل يعملوا ايه والايه ما بيعملوش خالص. البي هو اكتر واحد بيعمله، هو الموست كومن يحصل معاه. السي والدي رير اقل، لكن ده مستحيل يعمله. الايه والايه مستحيل يعملوه ايه، إيه الكارير ستيت. طيب الكارير ستيت دي بتنشا عن طريق ايه؟ حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين، يا اما واحد اصلا مناعته ضعيفه، يعني جاي الهباتيتس بي عليه ومناعته ضعيفه فمش قادر يطلع انتي بودي يهاجم بيه الفيروس ده، فالفيروس بيتعايش مع جسمه. وزي ما قلنا ان المسؤول عن السيتوباثيك افكت ليس الفيروس نفسه وانما الايه جهاز المناعه، فلو جهاز المناعه ضعيف ما يعملش ايه سيتوباثيك افكت، ما يعملش هيباتيك انجري، فالاي اس تي والال تي يبقوا ايه، يبقوا نورمال. او انه طفل اتولد من انفكتد ايه، انفكتد ماذر، فالام نقلته للطفل والطفل لسه جهاز المناعه بتاعه ما بداش ايه ما قويش عشان يهاجم الفيروس، فنشا عنه ان الطفل شال الفيروس بارتيكلز وما فيش جهاز مناعي واجهه، ففضل الفيروس متعايش معاه. طب انا بخاف، والله اقول ده شيء جميل، فيروس متعايش معاه ما فيش اي مشكله عندي. لا احذر، الكلينيكال كورس بتاع الديزيز ده انه ما بيوديش سيروزس، لا نو سيروزس، لكن بيود على طول على طول على هباته سيلولار كارسينوما. يعني فجأة كده تلاقي الطفل ده او الراجل اللي مناعته ضعيفة ده راح على هباته سيلولار كارسينوما. كده خلصنا الكارير ستيت. بالنسبة بقى للفولمنانت هيباتيتس، نشوف الفيديو ده نختم بيه الفيديوهات اللي احنا عمالين نحطها في الايه في المحاضرة دي. طيب نتكلم بقى على اخر نوع من انواع الانفلاميشن بتاع الليفر اللي هو الفولمنانت هيباتيتس. طب الفولمنانت هيباتيتس ده ما هو اللي عباره عن ليفر انسفيشنسي، يعني عدم كفاءه في الليفر. ممكن العدم الكفاءه دي تبقى ماسيف او سب ماسيف فتؤدي الى فولمنانت وسب ايه وسب فولمنانت هيباتيك فيلير. طيب الفولمنانت هيباتيتس ده الكميه العدم الكفاءه بتاعت الليفر بتاعته ممكن تؤدي الى على طول ديث، عشان كده قلنا ان الفولمنان ده خطير جدا لانه ممكن يؤدي الى ديث، بحيث ان الفولمنان هيباتيتس زي ما قلنا الليفر انسفيشنسي عدم الكفاءه في الليفر انه يؤدي الوظيفه بتاعته، بينشا عنها انكفالوباثي، هيباتيك انكفالوباثي او انكفالوباثي انكفالوباثي، يعني مشكله في البرين لان الليفر ما بيعملش الديتوكسيفيكيشن فانكشن بتاعته، فيتوصل السموم توصل السموم للبرين فتعمل فيه انكفالوباثي. طيب على حسب، والله الانكفالوباثي دي لو نشات من اول ما بدا الهيباتيتس من اسبوعين لثلاث اسابيع يبقى انا كده بتكلم على فول من انتيباتيك فيلير، لكن لو انا بتحدث عن مثلا ثلاث شهور 3 مانس لا يبقى انا كده في السب فولمنت، بس الاثنين دول ممكن يؤدوا في الاخر الى الايه الى الديث، وده شيء خطير. مين اللي بيكون الفولمنانت هيباتيتس؟ مين الهيباتوتروبيك؟ لو انا بتحدث على فيروسز بقى، لو بتكلم من الهيباتوتروبيك فيروسز فاللي بيعمل فولمنانت ممكن كلهم يعملوه اكسبت، يعني كلهم يعملوه قصدي، لكن الموست كومن فيهم هو الاي فيروس، بيعمله لو جيف بريجننت فيميل زي ما قلنا، لو بريجننت فيميل ممكن يؤدي الى فولمنانت هيباتيتس، والباقي كله ممكن ايه ممكن يعمله. طيب الفولمنانت ده هل في اسباب تانية غيره غير الهيباتوتروبيك فيروسز غير الهيباتيتس ايه مثلا؟ في سبب تاني مشهور جدا اللي هو ايه هيباتوتوكسينز، توكسينز زي اللي بيشربوا الكحول او الناس اللي بينتحروا بالاسيتامينوفين، نوفين اللي هو يعني حاجه شبيهه بالبارستامول بيتباع في السوق على شكل ستافين، فلو حد اخد هيباتوتوكسين دي وكتر منها قوي ممكن تؤدي الى فولمنانت هيباتيتس، تؤدي في الاخر الى الديث. تمام. طيب هل في اسباب تانية بقى؟ اسباب بيقول لك ميسلينياس از مثلا اسكيميك هيباتيك نيكروزس او الاوبستراكشن للفين وهكذا. طيب احنا كده خلصنا الفولمنانت، ففي الاخر تجميعه كده الفيروسز كلها ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل منها؟ ما دام انا يعني بتحدث عن فيروس اكيوت بقى او اي حاجه، فممكن اول حاجه ممكن تحصل ان انا ابدا اقفل انفلاميشن، وممكن اعمل نكروزس واعمل فايبروزس، احوط البورتال فين اقفله فيعمل لي بورتال هايبرتنشن،
طبعا بورتال هايبر تنشن هيتشرح بالتفصيل باذن الله في محاضره لوحده او في جزء من محاضره لوحده على القناه باذن الله. ده البورتال هايبر تنشن وكل بقى وكل الكوميونيكيشن بتاعه البورتال هايبر تنشن. ممكن يحصل عندي سيروزس, والسيروزس دي مش حاجه سهله. السيروزس ممكن تؤدي في الاخر لهباتو سيلولار كارسينوما. يعني السيروزس هي واحده من الحاجات اللي تعمل هباتو سيلولار كارسينوما. ممكن يحصل فيلير, هيباتيك فيلير, الليفر يفشل في اداء وظيفته فيعمل لي انكفالوباثي ويعمل لي بقى الاعراض بتاعه الليفر فيلير بقى ايه كلها, يحتاج ان انا ازرع له ليفر جديد وهكذا اعمل ليفر ترانسبلانتيشن. فالفيروسز في الاخر الكوميونيكيشن بتاعتها مش سهله, الكوميونيكيشن بتاعتها فيري سيريس, ولازم الواحد يتعامل مع الفيروس بحكمه بحيث انه يوصل لاقل اعراض او اقل كوميونيكيشنز ممكن يحصل عليها من الفيروس ده. كده احنا خلصنا كل انواع الايه الفيروس. نرجع بقى للباوربوينت. Thank you.